يصاب 100 شخص بين كل 100 ألف شخص بمرض التصلب المتعدد في الفئة بين 15 إلى 45 عاما، 70% منهم إصابة غير ظاهرية، و 30% إعاقة حركية جزئية أو كلية. جمعية وسم للتصلب المتعدد تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين، منها علاج المرضى وتوفير جلسات علاج طبيعي ونفسي وتوعية المصابين للتعايش الإيجابي مع المرض، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 470 مستفيد خلال الربع الأول من عام 2021. تنضم معنا مشاهدينا من استديوهاتنا في الدمام رئيسة مجلس إدارة وسم للتصلب المتعدد الأستاذة فاطمة الزهراني. أهلا بك أستاذة فاطمة، مساء الخير. خلينا نتحدث في البداية عن ما هو هذا المرض التصلب المتعدد. يعطيكم العافية. طبعا مرض التصلب المتعدد مرض يصيب فئة الشباب، مرض مزمن يصيب مادة المايلين في الدماغ، وللأسف يأثر على حركة الإنسان، على النطق، على الذاكرة، على يعني تعطيل حياة المريض بشكل يومي. طبعا المرض هذا للأسف ما في له أسباب ولا له علاج الآن، كل العلاجات الموجودة مثبطة للمرض. طبعا المرض يعني أنا بالنسبة لي أكثر من 17 سنة مصابة بهذا المرض، لا زال عندنا الوعي ضعيف بهذا المرض خاصة في القطاع الصحي. المرض يحتاج كثير من الجهود من وزارة الصحة والمسؤولين والمختصين في تكثيف التوعية بهذا المرض. نعم. تفضل. احتياجات المريض أستاذة فاطمة. طبعا زي ما انت قلت في المقدمة حقتك انه 70% من المرضى لا تظهر عليهم اعاقات، وللاسف هذول الفئة هم ليسوا من لا من وادي الأسوياء ولا هم من وادي المعاقين. ويعني التصنيف اللي ظهر في 2019 برعاية جمعية أرفا في المنطقة الشرقية، تصنيف يعني محصور جدا، فقط يمنح له تأشيرة سائق أو عامل، لكن احتياجات المريض أكثر من كذا. احنا نحتاج مواقف سيارات، نحتاج تخفيض اجور خاصه في ظل ضعف المراكز المتخصصه في المدن الصغيره والمدن الطرفيه، فيعني يحتاجوا هذه التسهيلات. الاعانات هذه يعني احنا ما هي هدف كبير، لانه اغلب المرضى يعني حاجتهم للاعانه الماليه ضعيفه، لكن اللي حقون الضمان والناس الفقراء هم اللي محتاجين لهذه الاعانات. لكن شبابنا وبناتنا يحتاجوا انهم يعني يجدوا حياه سهله بشكل يومي في الجامعات، في المدارس، في الوظائف. يعني للاسف فتره الجائحه يعني عندنا تقريبا اكثر من 40 مصاب فصلوا من اعمالهم بسبب المرض، ولا يوجد اي توعيه من وزاره العمل او وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في هذا الموضوع. فيعني احنا نبغى نحافظ على الشباب، لانه تعرف الحكومه الان حكومه شباب حقيقه، والطاقات جميله ورائعه عند مرضى التصلب المتعدد، لكنهم يحتاجوا انهم يعني ينوجدوا في اماكن تقدر امكانياتهم وقدراتهم، خاصه ان يعتبروا من الناس اللي ما شاء الله تبارك الله يعني منطلقين علميا وعمليا، لكن تجيهم لحظات ضعف يحتاجوا انهم يرتاحوا شوي عشان يرجعوا لحياتهم الطبيعيه. احتياجاتنا حقيقه كثيره. نعم. زي ما قلت لك الاهم شيء البطاقه هذه او التصنيف ياخذ تصنيف كامل اسوه بالعالم. الشيء الثاني احنا يعني العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي ان الاوان انه الجامعات والجهات المختصه انها تفتح تخصصات دقيقه في هذا للتعامل مع هذا المرض. يعني احنا نبغى أولادنا وبناتنا ما يسافروا تشيك أو ما يسافروا أمريكا عشان يتعالجوا علاج طبيعي متخصص، إحنا نبغى هنا في بلدنا تنفتح مراكز متخصصة أسوة بمدينة الأمير سلطان الإنسانية، ونبغاها في كل مدن المملكة على أساس يعني يساعدونا في حل المشكلة. يعني أنا الآن في فترة إعاقة حقيقة، جاتني هجمة قوية يعني أثرت على جهة اليسرى، قاعدة أخذ علاج طبيعي. إذا كنت في جدة أروح في مركز
يعني مركز واحد هناك موجود وغالية كثير غالية، يعني الجلسة على 650 850. أضطر أروح البحرين عشان أخذ علاج طبيعي. العلاج الطبيعي مرة مهم، وخاصة التخصص. إحنا يعني العلاج الطبيعي يعتبر أساسي بالنسبة لمرض التصلب المتعدد. أيضا آن الأوان أنه يفتحون التخصصات في القسم النفسي، يعني إحنا 80% العامل النفسي يأثر على المريض. التغذية العلاجية، الرياضة العلاجية، هذه كل الأشياء، العلاج بالفن. يعني الآن في مدينة الأمير سلطان الإنسانية عندهم جلسات متخصصة بالفن، بالعلاج بالفن التشكيلي. هذه كلها تحافظ على قدرات مريض التصلب المتعدد، خاصة اللي ما تظهر عليهم إعاقة. فيما يتعلق ايضا بالتحديات التي تواجه الجمعيه اشرت لها، لكن انتم ك يعني عاملين في هذه الجمعيه استاذه فاطمه ومطلعين على كثير من الامور وواجهتوا كثير من العقبات، كيف تشوفون دور الاعلام وكذلك المؤثرين في التوعيه بهذا المرض وتوصيل يعني الصوت في جانب الذين يعانون؟ يعني انا اقول لك مثلا جمعيه وسم احنا انشاناها حقيقه بسبب التحديات اللي يعانوا منها مرضى التصلب المتعدد في المنطقه الغربيه، وأنشأناها في فترة الجائحة، وعانينا من تحديات إلى الآن. تحدياتنا يعني كبيرة حقيقة، يعني أبسط الأشياء النواحي المادية. يعني تخيل إحنا رصيد الجمعية ما يتجاوز 100,000، كيف نقوم جمعية وننشئها وعندنا مرضى وعندنا أدوية؟ أدويتنا مرة غالية، تخيل المريض الواحد يكلف دواء 3,000، أقل دواء 3,800 ريال. طبعا الحمد لله إحنا دولتنا يعني مساعدتنا في المواطنين، لكن توجيه سمو الأمير محمد بن سلمان في دعم مرضى التصلب المتعدد المقيمين هو اللي سبب عائق بالنسبة لنا، فأصبحنا ملزمين تجاه هؤلاء المرضى. وفي نفس الوقت عندنا تحدي مع قلة المال في ظل الوضع الاقتصادي في فترة الجائحة. طبعا المنصات الوطنية زي إحسان وتبرع والشفاء، يعني إلى الآن المساهمات ما هي قوية حقيقة، يعني شبه 3% تقريبا، ما هي كثيرة. إحنا يا أستاذي يعني الجمعيات الصحية أو بالذات الجمعيات الصغيرة أو الناشئة ما نجد أي قبول أو ما نجد أي توجه من المجتمع لها. يعني ممكن الناس تتفاعل مع الفقراء، تتفاعل مع مرضى الأطفال سرطان، تتفاعل مع الأرامل، تتفاعل مع أهل الضمان، بس الجمعيات الصحية اللي خاصة بأمراض مزمنة تعتبر يعني ما هي نادرة، قليل جدا. فأنا أناشد حقيقة الإعلام والمسؤولين إنهم يوقفوا معنا عشان نوعي المجتمع ونوعي الناس الممارسين لهذا الممارسين الصحيين بهذا المرض. أنا أشكرك ضيفتنا من استديوهاتنا في الدمام، رئيسة مجلس إدارة وسم للتصلب المتعدد، الأستاذة فاطمة الزهراني، شكرا جزيلا لك.